من منا لا يعلم قسوة الاحتلال الفرنسي والإثارة التي تسبب بها داخل دولة الجزائر على مدار 132 عاما منذ عام 1830 حتى عام 1962، وتم استقرار الجزائر أخيرا بعد ثورة دامت لسبع سنوات، وأصبحت الجزائر تعرف ببلد مليون شهيد. وفي الحقيقة عدد الشهداء كان أكثر بكثير من هذا الرقم، وهذا ما سنوضحه خلال سياق هذا الفيديو الشيق والسريع. وسنوضح كيف تكبدت الجزائر خسائر بشرية كبيرة بشكل عام، وكيف تكبدت حركة الثوار خسائر مادية وبشرية فادحة بشكل خاص، وكيف استطاعت فرنسا تجنيد جاسوس استشهدت بسببه آلاف الأرواح وهدمت على إثره عشرات القرى على رؤوس أهلها. وفي النهاية سنوضح لك بشرح موجز وبدون إخلال كيف اكتشف أمره وما الطريقة التي مات بها، والأهم هو ما حدث لجثته بعد الموت، ومن هي حسناء الجزائر. هذا جزءا مما سنوضحه اليوم خلال هذا الفيديو. لكن قبل البدء، المرجو للاشتراك في قناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. هذا الفيديو برعاية youtubelink.com، مساندكم المجاني لقناة يوتيوب ناجحة. في البداية كان هناك شاب فرنسي الجنسية يعمل في أحد أحياء مدينة ساكيكدا الجزائرية ويسمى شوشون لورا، وكان يعمل تاجرا في مختلف أسواق المدينة، وكان مقتدرا ماليا إلى حد ما. وفي أحد الأيام قابل فتاة جزائرية من ذات المدينة، وعندما قابل أهلها لطلب الزواج من الفتاة الجميلة واجه الرفض التام من جانب والدها، ولكن الفتاة زاد تعلقها بالشاب واستطاعت أن تجعل والدها يوافق أخيرا على زواجها منها. ولكن والدها اشترط عليه أن يشتري لابنته بيتا في المدينة ليضمن لها مستقبلها إذا قرر أن يعود لبلده. وبالفعل وافق الشاب وتزوج بالفتاة وسافر إلى فرنسا في العاصمة باريس. وبعد عام من الزواج أصبح والدا لمولودهما الوحيد والذي أطلق عليه اسم جان. وبعدما رزق بمولود جديد جذب الشاب تلك الفتاة إلى مستنقع الشراب واللهو والعيش حسب التقاليد الغربية، وكان يسهران في الخارج كثيرا حتى انحطت أخلاق تلك الفتاة وتركت الحجاب، وأصبحت أخلاقها لا تختلف كثيرا عن أخلاق المجتمع الذي تعيش فيه. وبالطبع نتيجة لذلك لم تنشئ طفلها على الأخلاق الإسلامية أو النخوة العربية، وأصبح ابنها يدين بالولاء لفرنسا. وظل الحال كما هو عليه حتى انحلت الأخلاق وزادت الأمور سوءا عندما حل عام 47 لينتحر الأب ويترك زوجته وولده الوحيد غارقين في الديون التي كان يخفيها عنهما. وحتى المنزل الذي كان يعيشان فيه اكتشفا أنه تم بيعه من وراء ظهرها، وأصبح من الصعب العيش داخل الأراضي الفرنسية بهذا الكم من الديون. وكان جان الابن قد وصل عمره إلى 16 وبالكاد يعرف بعض الكلمات العربية فقط، فقررت الزوجة العودة للجزائر عام 47 وحاولت أن تتعايش مع الوضع الجديد، لكن الابن لم يستطع أن يتكيف مع تلك البلد، ومكث داخل الجزائر لمدة 6 سنوات استطاع من خلالها تعلم اللغة العربية وخصوصا اللهجة الجزائرية. وبعد عدم تكيفه مع المعيشة داخل الجزائر قرر أن يصارح والدته برغبته بالعودة إلى باريس من جديد، وكان عمره وقتها 22 عاما. وبالفعل استطاع السفر إلى فرنسا أوائل العام 53، وعند مكوثه مع مجموعة من الجزائريين في أحد المناطق الفرنسية قرروا مساعدته بوجود وظيفة له وسكن قليل التكلفة. وعندما وجدوا له وظيفة وعمل بها بضعة أشهر قرر تركها منددا بضعف الأجرة، فساعده من جديد من خلال مساعدته في الحصول على وظيفة داخل أحد الشركات. ولكنه بعد مرور شهر واحد سرق مالا من العمل فطردوه من السكن وتم فصله من العمل.
ونصحه البعض أن يسافر لمدينة مارسيليا، ولكن لم يمكث في عمل واحد أكثر من شهر حتى شعر أصحاب الأعمال بالضجر منه ولم يعودوا يساعدوه، وكان بالفعل يعاني من الضياع. وفي ذلك الوقت كانت المخابرات الفرنسية تراقبه لاحتياجها لجزائري للتجسس على أعمال الثوار، سواء كان هؤلاء الجواسيس داخل فرنسا أو خارجها. ووقع عليه الاختيار لجمع المعلومات السرية، وذلك لأن الثوار كانوا يحققوا انتصارا كبيرا على الجيش الفرنسي بحسن الخطة والتنفيذ الذكي والسرية التامة. وبسبب الهجمات الناجحة للثوار اهتزت صورة فرنسا أمام العالم، وكان لزاما على الجيش الفرنسي أن يوقف تلك الهجمات، بالإضافة إلى إحداث أكبر خسائر مالية وبشرية للشعب الجزائري وحركة الثوار. فكانت جان شوشول لوروا هو الهدف التالي للمخابرات الفرنسية لزرعه داخل حركة الثوار، ويكون بذلك على علم بالهدف التالي لهم، فيحبط مخططهم ويسجل انتصارا عليهم، وساعدهم جان في تحقيق ذلك، وسنوضح ذلك خلال سياق الحلقة. وعندما تم تجنيد المخابرات الفرنسية لجان لوروا، تم إيهامه بأنه سيكون بطلا قوميا، وأنه ينتمي لفرنسا وليس للجزائر، وأنه بمساعدته لهم سيوقف القتل عن الشعب الجزائري، لأنهم يريدون القيادة فقط وليست عامة الشعب، وأنه بانضمامه لهم سينقذ الشعب الفرنسي الذي تنتمي إليه والدته وأشياء من هذا القبيل. حتى وافق على عرضهم، وبعدها تم تدريبه بشكل مكثف على كيفية تقصي المعلومات والتأكد من صحتها وما إلى ذلك من المهارات الاستخباراتية، حتى أصبح جاهزا للتجسس على الجزائريين داخل باريس وإبلاغهم به على الفور. وبسببه تم القبض على عدد كبير من الجزائريين الذين كانوا يدعمون الثورة الجزائرية من داخل مارسيليا. ومع مرور الوقت وازدياد المكر والخداع، استطاع أن يصل لبعض القيادات الجزائرية التي تدعم الثورة من داخل فرنسا، والذين كانوا معجبون به بسبب حماسه الذي زيفه، وبسبب إعطائهم معلومات صحيحة عن أماكن الجيش الفرنسي ليثقوا به. وكان قد حصل على تلك المعلومات من الجيش الفرنسي نفسه، حتى وثقت به قيادات الثورة، وكان دائم الوجود معهم. وبعدها قررت المخابرات الفرنسية أن ينتقل إلى قيادات الثورة داخل الجزائر، ولكن بأمر من قيادات الثورة داخل فرنسا، حتى يكون قريبا من القادة الجزائريين عند عودته، وألا يكون مجرد فدائي. وبالفعل انتقل إلى الجزائر وانضم للثوار هناك، وأصبح يرسل المعلومات السرية من القادة إلى المخابرات الفرنسية الذين وثقوا به بعدما أظهر وطنيته وحماسه للثورة ودعمهم بالمال. وبسبب تسريبه للمعلومات للاحتلال الفرنسي، تم إحباط العشرات من محاولات الاغتيال للثوار، وتم استشهاد والقبض على مئات من الفدائيين، وتم تدمير قرى كاملة من قبل طيران الاحتلال، والتي راح ضحيتها آلاف من السكان. وهنا لاحظ القادة الثوار أن من بينهم جاسوسا، ولكن كيف تأكدوا أنه جان لوروا؟ تابع معنا لتعرف كيف حدث الأمر. في عام 1959 كان جان لوروا يسير في أحد الشوارع الفرنسية، واصطدم بفتاة جزائرية جميلة وأعجب بها، ولكن لم ترد عليه عندما حاول معرفة عنوانها، وعرف منها أنها تسمى إيفون وتمر من هنا يوميا، فقرر أن ينتظرها يوميا، ولكنها كانت تأتي أحد الأيام وتغيب بالأسابيع، حتى قرر أن يعرف مكان منزلها فور رؤيته لها. وعندما مرت في أحد الأيام قرر أن يعطيها عنوان منزله إذا ما احتاجت إليه بعدما أعجبوا ببعضهم. وبعد مرور شهر جاءت لمنزله وهي باكية، وقالت أن هناك من يتبعها يريد قتلها لأنها تعمل لدى الفرنسيين بسبب الجوع والفقر، وأنها لديها معلومات خطيرة عن عملية قادمة سيقوم بها الثوار ضد الاحتلال الفرنسي. فطمأنها وأخذ منها الرسالة التي تحملها للجيش الفرنسي، وقال لها سأصل الرسالة للمخابرات الفرنسية، وطلب منها أن تنتظره حتى يعطي الرسالة للمخابرات الفرنسية.
وفور خروجه من المنزل وبابتعاده عنه ببضعة أمتار تم القبض عليه بتهمة الخيانة. وهنا عرف جان لورا أن الخسناء كانت مجرد طعم لاصطياده، وبعد اعترافه بالتجسس لصالح الفرنسيين تم إعدامه رميا بالرصاص. وبعدها قام الثوار بنقل جثته وقاموا برميه أمام أحد مراكز قيادة الجيش الفرنسي ليكون بمثابة رسالة لهم بأنهم سيقتلون أي جاسوس يقومون بتجنيده فيما بعد. وفي النهاية أخبرنا برأيك عما إذا كنت تريد حلقات مشابهة فيما بعد، ولا تنسى متابعتنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس.